الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هذا الدرس 18 من دروس السيرة النبوية من يمنى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا قبيل الهجرة النبوية بقليل، في نهاية 13 عاما التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. بقي هناك حدثان هامان نقف عندهما. الحدث الأول هو الإسراء والمعراج، والحدث الثاني هو كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكيف مهد لهجرته إلى المدينة، وكيف كان يعرض نفسه على القبائل حتى يوصل الدعوة دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يوصلها إلى كل الناس. فيما يتعلق بالإسراء والمعراج أيها الإخوة، الراجح أنه كان في السنة العاشرة للبعثة النبوية، أما الزمن يعني أيمت بالضبط، قيل أنه في 27 من رجب، وقيل أنه كان في شهر ربيع الأول، وقيل أنه كان في ذي القعدة، وقيل أنه كان في رمضان. إذن ليس هناك جزم أنه 27 رجب، هناك أقوال متعددة حول تاريخ حدوث هذه المعجزة. لن أتوقف مع هذه المعجزة الوقفة التقليدية التي يعني قصة الإسراء والمعراج معروفة، كيف خرج النبي مع سيدنا جبريل وركب البراق وذهب إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء وفرضت الصلوات الخمس والتقى مع سيدنا موسى، وكيف تم يعني تنزيل عدد الصلوات وكيف هي التفاصيل الكل بيعرفها. وكما قلت، هذه الدروس ليست للسرد القصصي، وإنما للفهم، للعبر، للرد على بعض الأفكار التي تطرأ على أذهان البعض. أول فكرة أيها الإخوة الكرام تطرق لها العلماء وهي مهمة جدا، هل الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد سوية أم كان بالروح فقط؟ طبعا الراجح وما عليه غالبية الصحابة وغالبية العلماء، وهو شبه إجماع تقريبا، أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، يعني كان بشخص النبي وهو مستيقظ وذهب وأسري به. طيب ليش؟ هون السؤال، ليش نحن عم نقول هيك؟ ليش طيب ما بكون بالروح فقط؟ ليش ما بكون رؤية منام؟ لأنه لو كانت بالروح فقط أو كانت رؤية منام، بتمنى هون نركز على هالنقطة، ما كانت معجزة. وين المعجزة بالموضوع؟ إذا هو رؤية منام شافة، أي واحد فينا ممكن يشوف رؤية منام ويشوف أنه راح لهون وراح من هنيك وطلع لفوق ونزل لتحت، ما عادت معجزة. فلماذا يقول الله عنها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير؟ الله يذكرها كمعجزة ضخمة، ويبدأها بتسبيح وتنزيه نفسه سبحان الذي أسرى بعبده. فلو هي شغلة رؤية أو شغلة روح، ما كانت تقتضي أن تذكر بهذه الطريقة على أنها معجزة كبيرة. هذا أولا. ثانيا، هل هذه يعني المعجزة هي شيء خرافي مثل ما حكينا بدرس مبارح؟ أكيد لا، لأن الله قادر على كل شيء. في مثل بسيط دائما نذكره، لما بتقول أنه طفل عمره 6 شهور طلع على الطابق الرابع لحاله، هلأ إذا قلت لكم هيك حدا بيصدق؟ لا. بس هذا الطفل اللي عمره 4 شهور إذا قلت لكم أبوه طلعه على الطابق الرابع، في مشكلة؟ طيب الله شو عم يقلنا؟ عم يقلنا سبحان الذي أسرى بعبده. إذا من الذي صنع؟ الله. انتهى الموضوع. الله قادر ولا ما هو قادر؟ بس نقطة انتهى، كثير بسيطة.
كثير بسيطة. ثلاثة، يعني شوفوا اليوم الناس اللي بتشكك انه هل يعقل ذهب الى القدس وعاد وكذا. هلأ اليوم نحن بعد ما أوتينا شيئا ضئيلا جدا من العلم صرنا قادرين نختصر الزمن ونختصر المسافات، فما بالك بقدرة الله. انت اليوم اخترعت طائرة فأصبحت تستطيع ان تقطع المسافة من مكة الى القدس بساعة ونصف، وهي من صنعك إليك، فما بالك بالبراق الذي هو من صنع الله سبحانه وتعالى. فهي يعني بشكل سريع. طيب، أيضا من الأسئلة التي تدور حول الإسراء والمعراج، أنا عم ركز بس على الأسئلة، من الأسئلة التي تدور حولها: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أم لم يره؟ الحقيقة هناك قولان، هناك قول سيدنا عبد الله بن عباس وهو يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله في المعراج، وهناك قول السيدة عائشة التي تنفي ذلك، تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الله. بكل الأحوال ما عندنا أي مشكلة، هو الأساس القاعدة العامة أيها الإخوة أن الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وأنه لا يمكن لأحد من البشر في الدنيا أن يراه. أما يوم القيامة في الجنة فالثابت أن المؤمنين سيرون الله في الجنة، تمام؟ هي القاعدة العامة. طيب، إذا شاء الله خرق هذه القاعدة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ما نشي ممكن؟ هو شيء ممكن، وخصوصا أنه هنا خرج عن نطاق الدنيوي. يعني بتقولي أنه سيدنا موسى طلب قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني، سيدنا موسى هون بالنطاق الدنيوي في عالم المادة، لذلك لم يستطيع أن يرى. أما النبي عندما عرج فهو خرج من منظومة الكون ومن منظومة العالم المادي. بكل الأحوال هناك رأيان كما قلت، رأي السيدة عائشة التي تنفي الرؤية، ورأي عبد الله بن عباس الذي يثبت الرؤية. والحقيقة بأنه يعني ربما الأدلة أو الأحاديث التي وردت تكون يعني أقرب أو تدعم أكثر الرأي القائل بعدم الرؤية الذي هو رأي السيدة عائشة، ولكن كما قلت الأمران ليس فيهما إشكال سواء كان صحة الرؤية أو ثبتت الرؤية أو لم تثبت. أيضا أيها الإخوة، مما قلته يوم أمس عن قضية الإسراء والمعراج محاولة بعض الناس التشكيك في هذه الحادثة، التشكيك في أنها حصلت، التشكيك بالقول أنها خرافة، التشكيك في المسجد الأقصى. وهون بدنا ننتبه لنوعين من التشكيك، وخصوصا بهذا الزمن اللي نحن عايشين فيه. هناك تشكيك فكري ينتج عن أن إنسان باحث أو مفكر أو يبحث عن الحق أو يعني عم يخوض ويناقش الموضوع بطريقة فكرية وعلمية، وقد يصل إلى أن استنتاج خاطئ فنرد عليه ويناقش، هذا نوع. ولكن هناك نوعا آخر وأنا أسميه بالتشكيك المغرض. شو هذا التشكيك المغرض؟ يعني التشكيك الذي له غرض، الذي له هدف، التشكيك سيء النوايا. هذا بدنا نوقف عنده. يعني بتقولوا لي كيف؟ قالكم كيف. يعني لما بيطلع عنا احد المؤرخين والباحثين في دولة ما لكي يشكك في المسجد الأقصى ويقول بأن المسجد الأقصى المذكور في القرآن الكريم ليس الذي في القدس وإنما هو مسجد في الطائف، طبعا شو الأدلة تبعه؟ يعني شيء مهزلة صراحة، مهزلة يعني ليس له أي دليل يصح عقلا، وهي أدلة أتفه من أن تناقش. عندما يقول بذلك بعد فترة هو نفسه و
بعض الأبواق أيضا في العالم العربي والإسلامي تطلع تضيف إلى التشكيك بعد التشكيك بالمسجد الأقصى تشكيك بصلاح الدين الأيوبي اللي هو مين؟ اللي هو حرر المسجد الأقصى. وكل هالشي بيتم بوقت إسرائيل تحتل فيه المسجد الأقصى، وكل يوم يتم هناك انتهاك لحرمة المسجد الأقصى، ويدخل المستوطنون ويخرج المستوطنون ويمنع المصلون وتفعل الأفاعيل، وكل ذلك يتم. تقول لي بعدين إنه هذا التشكيك فكري، تشكيك بريء؟ لا والله ما هو تشكيك بريء. هذا الكلام أيها الإخوة يقف وراءه أعداء هذه الأمة قولاً واحداً. القضية هون ما قضية فكرية بقى، قضية ضرب لعقيدة. المسجد الأقصى بالنسبة لنا عقيدة، ما أنه المسجد الأقصى هو عبارة عن مجرد مكان. المسجد الأقصى ذكر في القرآن الذي باركنا حوله، والأرض المقدسة التي هي أرض فلسطين إنما هي قد قدست لوجود المسجد الأقصى فيها. وهذا المسجد كان موطن عبادة الأنبياء، تعاقب عليه عشرات الأنبياء، وصولاً يعني من سيدنا يعقوب وبعده وصولاً إلى سيدنا المسيح عليه السلام. ربي عندما تقول أم سيدة مريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، لماذا نذرت ما في بطنها؟ لخدمة ماذا؟ لخدمة البيت اللي هو المسجد الأقصى. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هي الموجودة بكل محاريبنا، أي محراب؟ وين كان عم يدخل عليها سيدنا زكريا؟ المسجد الأقصى، هذا مكان عبادة الأنبياء جميعا. فالتشكيك بالمسجد الأقصى ضرب لكل عقيدة الإيمان بالأنبياء، ما بس للإسلام، لكل الإيمان بالأنبياء. فينبغي علينا أن نحذر وننتبه، وخصوصاً طبعاً هدول لألكم شغلة، هدول المشككين ما هم مع الأسف إلا تلاميذ صغار عند المستشرقين، لأنه كل هاي أفكار أخذينا من المستشرقين. قصة التشكيك بالمسجد الأقصى أول من طرحها المستشرقون. أحد المستشرقين شو قال؟ شوفوا هالنظرية هاي اللي طلع فيها، قال إنه لما انقسمت الدولة في التاريخ بعد العام 60 للهجرة، وأصبح هناك عبد الله بن الزبير موجود في مكة والمدينة، وعبد الملك بن مروان موجود في الشام، ومصعب بن الزبير موجود في العراق. قال عبد الملك بن مروان عندما يأس أن يقيم أو أن يستعيد مكة قال لك أنا بدي أعمل مكان مقدس خاص فيني ضمن حدود دولتي. فشو عمل؟ قام عمل المسجد الأقصى. يعني المسجد الأقصى ما كان من قبل، ما كان موجود، ما كان له قيمة دينية، ما كان له كذا أبدا، اخترعه عبد الملك بن مروان، هكذا يقول أحد المستشرقين. طيب بتقول له لكان والآية التي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هاي الآية لكان عن مين نازلة؟ عن أي مسجد أقصى عم تحكي؟ قال لك هاي الآية أضاف عبد الملك بن مروان إلى القرآن فيما بعد. هذا طبعا مستشرق يعني يقول ذلك، يعني يبدأ بالتشكيك بالمسجد الأقصى وينتهي وين؟ بالتشكيك بالقرآن نفسه وبالتشكيك بالدين، بضرب الدين بأساسه. فهدول اللي عم يجيبوا لنا هالنظريات من هنا ينطلقون، تشكيك بكل القرآن وبكل الدين. طيب أيضاً أيها الإخوة، في رحلة الإسراء والمعراج هناك قضية واضحة جداً، وهي ارتباط رسالات الأنبياء. ونحن في الإسلام بفضل الله عز وجل ننظر إلى موكب الأنبياء على أنه موكب واحد، بدءاً من سيدنا آدم وصولاً إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ننظر إلى بنائهم على أنه بناء واحد،
ننظر إلى عقيدتهم على أنها إيمان واحد، ننظر إلى عباداتهم على أنها أساسيات واحدة وإن اختلفت في التفاصيل. فنحن رؤيتنا للأنبياء رؤية منسجمة، لذلك تجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج مثلا يصلي إماما بالأنبياء لأنه يستلم الراية بعدهم، وهو الذي سيكمل بناءهم. إنما مثلي ومثل الأنبياء قبل، شوفوا هالمثل المهم، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فيه، في ظل بناء كامل مكتمل من أجمل ما يكون بس في حجرة ناقصة، فيقول عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. إذن كل الأنبياء يبنون نفس البناء، والذي أتمه هو محمد عليه الصلاة والسلام، فاستلم الراية وصلى إماما بالأنبياء، وعندما عرج مر بالأنبياء بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإدريس إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وكان يسلم عليه الأنبياء. وتفاصيل بتقدروا ترجعوا لها بحادثة المعراج، ما بدي أتطرق لها. ولكن أيضا خلال رحلة الإسراء كانت هناك أشياء عجيبة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أراه الله حقائق الأشياء، وأراه الله سبحانه وتعالى بعض الشخصيات، وأراه بعض المواقف المهمة، وكان يسأل سيدنا جبريل عنها. مثلا كما روى عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت أو مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. شاف سيدنا موسى قائم يصلي في قبره في حياة البرزخ. طيب رأى أيضا أرض غمة منتنة وأرض فيحاء طيبة، وأتى على رجل قائم يصلي فسأل من هذا؟ قال هذا أخوك عيسى بن مريم. ثم مر بسيدنا موسى عليه السلام، ومر بسيدنا إبراهيم عليه السلام، هاي برحلة الإسراء. رأى أيضا الكثير من المشاهد الهامة، مثلا روى أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء قال سار رسول الله فإذا هو بعجوز على جانب الطريق. شاف عجوز، من هي هذه العجوز؟ ورأى أيضا عدة أنبياء. شو القصة؟ وهذه العجوز إلى ماذا كانت ترمز؟ هذه رؤية أراها الله إياها، رؤية بصرية لأشياء رمزية مهمة جدا، نقف عندها في الدرس القادم، ونبدأ بإذن الله في الدرس القادم مع أحداث الهجرة. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة